يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل عقد على امرأة فأصبحت زوجته، أخ أو رجل عقد على امرأة فأصبحت زوجته لكنها باقية في بيت والدها، فهل على الزوج نفقة في هذه الحال؟ إذا كانت مبذولة متى ما أرادها يعطونها إياه عليه النفقة، هو اللي متأخر، هو اللي متأخر عن استلامها. أما إذا كانوا مانعينها ليس علينا. نعم.